طبعا كابتن يونس، كابتن نادي الزمالك السابق، كابتني. والله زملكاوي انكر؟ احنا في انتخابات الرئاسه، خد بالك. كابتن ايمن يونس منور. والله يا كابتن يوسف انت اللي منور يا بختي. يعني كابتن ايمن يعني يونس بنفسه بيقول لي يا كابتن يونس ايه السعد والهنا اللي انا فيه ده. ازاي حضرتك؟ قوي وحشني ومستمتع بالحوار وحضرتك اكتر الراقي بتاعك، ومستمتع بعمليه التحفيز اللي بتحاول تبثها في كل المواطن المصري اللي هو شريك في هذا الوطن، الشريك في تركيبه المجتمعيه لهذا الوطن، اللي لازم كل واحد فعلا يعبر عن انتمائه لبلده بان يدي رايه، ان يقول احساسه، ان يقول اختياره. لان احنا كمان بنختار في وقت صعب، في وقت قاسي. انت شايف البلاد العربيه حوالينا كلها بقت كلها عامله ازاي؟ صح. شمال وجنوب وشرق وغرب، حاجه مرعبه. الحلمنا ان احنا نفضل محافظين على بلدنا في الامن والامان في ظل كل المتقلبات الرهيبه اللي حوالينا. اعتقد ده جزء من احلامنا في الاختيار، الاحتفاظ. وطبعا مما لا شك في احلامنا كتيره في اقتصاد مستقر، احلامنا كبيره في اوضاع مختلفه في كثير من النواحي، لكن المشاركه هو سر وجودنا في هذا الوطن. والناس اللي بتمتنع او الناس اللي بتحاول تبث الاجواء السلبيه او الطاقات السلبيه لمجتمعنا اعتقد مرفوضه في هذا الوقت. صح. طب كابتن ايمن، انا عارف كويس جدا انه كابتن ايمن مش بس واحد من اهم نجوم كره القدم في مصر والعالم العربي، مش بس واحد من اهم الكوادر الاعلاميه الرياضيه، لكن كابتن ايمن عنده وجهات نظر في الاقتصاد وفي السياسه، ومتحدث رائع. انا بقول ده لان انا عارفك كويس وعارفك بشكل شخصي وهكذا، وبالتالي انا محتاج فعلا رايك او افهم منك ليه العيال بتاعت الإخوان المسلمين واللي شبههم واللي حواليهم واللي حاطين إيديهم في إيدين بعض من هناك دول قاعدين طول الوقت بيحاولوا يزقوا المصريين بعيد عن المشاركة؟ لأن هي تركيبتهم مبنية على كده، صناعة الفتن. وهي صناعة الفتن هي التركيبة الرئيسية اللي هم تواجدوا من خلالها. دايما التشكيك في نوع الحكم، التشكيك في فكر الحكم، التشكيك في عمليات التحديث، التجديد. عملية التشكيك بالفتن هي دي جزء من صناعتهم. فخلي بالك ده دي جينات متوارثة. دايما تركيبتهم الجينية كده. دايما لو يوسف قال حاجة هيقولك ده بيقول كده علشان كده، مش هيقولك دي وجهة نظره بيعبر عنها. فعملية التشكيك في كل حاجة ده جزء من الصناعة بتاعتهم.